بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أهالي وضحايا مدينة ترهونة الذين تعرضوا للقتل من المجرمين أبناء عمر وحيدة شفشوفة والثانيات. نطالب من مديرية أمن ترهونة أن يقفوا معنا بالفصل في رجوع المجرمين الفارين من العدالة وأخوتهم إلى ترهونة، حيث إن يوم الأربعاء السابق قام المجرم محمد وحيدة وهو أخ المجرم حمزة عمر وحيدة وأيمن عمر وحيدة وعبد العظيم عمر وحيدة الملقب شرشوفة بالاستفزاز أهالي ضحايا وتهديدهم في مدينة ترهونة. فهذا يؤدي إلى عملية احتقان واستفزاز لنا من هذه في هذا الوقت، حيث نحن لا زلنا نبحث عن جثمين أبنائنا وأصدقائنا في مقابر بمكب ترهونة القمامة وغيره. فلن نحن نطالب مرارا وتكرارا عدم عودة القتلة وعائلاتهم إلا عند تسليم المجرمين للعدالة، علما إننا سلمنا أمرنا لله وتم القانون. ونتمنى من أهالي الضحايا ضبط النفس أمام هذا الاستفزاز الممنهج، رغم أن المصائب جلل، لكن ما لنا إلا أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل. ونطالب من مدعي العام، من النائب العام ومدعي العام أن يأخذوا ملف مدينة ترهونة بمحمل الجد والمجرمين في رجوعهم إلى مدينة ترهونة. وحسبي الله ونعم الوكيل. واللي عنده ولده يسلم العدالة 11/12/2022.